السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الخبز الساندويتش الصيف هذا. بلاد نجيبو الساندويتشات، عندنا نص كيلو ديال الفينو، عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، و500 ديال الفينو، جوج معالق ديال حليب بودره، ملعقة كبيرة ديال السنيدة، ملعقة كبيرة ديال الخميرة، نص كاس ديال الزيت، صافي نجمعو بالماء الدافئ. صافي هنا جمعتها غير بإيدي، غندير فيها ملحة، صافي ونخليها دلك مزيان، عاد نزيد عليها الزبده. صافي هنا ملي دلكات شويه غندير فيها جوج معالق كبار ديال الزبده، صافي هنا ملي نخمرو غادي درت بيضه مع شويه الحليب، غادي ندهنهم